أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا، اليوم المقالات عديدة ومتنوعة، أبرزها طبعا يهتم بالشأن وآخر الخلافات الروسية الأمريكية في شأن سوريا. رح نسمع المقالات لكن بعد الفاصل. راديو أورينت يقدم. حينما تكون الصورة مكتملة تصبح التفاصيل بحد ذاتها حكاية نناقشها. برنامج تفاصيل يوميا بالاشتراك مع تلفزيون أورينت نيوز الساعة 10 ليلا بتوقيت دمشق. انتوا عم تسمعوا راديو أورينت. مرحبا مستمعينا من جديد طبعا ببرنامج أسبرين. اليوم مثل ما قلنا أبرز الخلافات هي حول أبرز المقالات هي حول الخلاف الروسي الأمريكي فيما يخص سوريا. الآن أمريكا تتجه في أو إلى بحث شن ضربات جوية على مواقع النظام أو على مطارات النظام، ولكن أيضا هذا الخلاف لم يتعدى الأمريكيين فقط، وإنما أيضا اتجه الروس باتجاه ذلك عندما نشروا صواريخ S-300 في سوريا في كل من طرطوس واللاذقية. وأيضا مجلس الدونما الروسي سيقوم بتوقيع قرار على نشر جميع القوات الروسية أو زيادة عدد القوات الروسية في سوريا. طبعا بالمقال الأول اللي راح نقرأه اليوم هو مقال للكاتب فارس الذهبي بعنوان تهافت الاتفاق الروسي الأمريكي. بيقول الكاتب فارس الذهبي: لم ينفك الروس والأمريكيين عن عقد مؤتمرات ثنائية جماعية، بعضها معلن وبعضها سري، تدور أغلب نقاشها حول مخارج غير حاسمة للأزمة السورية، غارقة في ترتيبات أولويات كلا الطرفين في تحديد مطالبة في هذا الاتفاق الروسي يطالب بهزيمة كاملة لتنظيم الدولة وأيضا جبهة فتح الشام. بيقول الكاتب أيضا: رغم الجهود اللفظية بين الطرفين منها الروسي والأمريكي، إلا أن أغلب الآراء السياسية تشير إلى استعصاء كبير يدور ما بين الطرفين، تلخصه ببساطة القيود التي وضعها باراك أوباما على نفسه فيما يخص انتهاكه للوثيقة الأخلاقية التي سنتها الولايات المتحدة عبر العقود الستة التي أعقبت انتهاء الحرب الكبرى الثانية، والتي تعهدت عبرها الولايات المتحدة بالانتصار إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها ومنع أي انتهاكات ومجازر كبيرة قد تحدث خلال العهد الأمريكي. ولم يطالب العالم أمريكا بأي شيء آخر غير ممارساتها لدورها في الزعامة العالمية، وطالما هي تسمي نفسها زعيمة العالم الحر وغير الحر وتدخلها المباشر في جميع ملفات العصر الحديث. هنا يجب ربما يجب أن نضع مفارقة في إذا كانت الولايات المتحدة فعلا لا تزال تعتبر نفسها زعيمة العالم أم لا، هل لازالت هي الشرطي الدولي أم لا. جميع القيادات الأمريكية أو جميع من هم في البنتاغون أو الكونغرس الأمريكي أو في الإدارة الأمريكية اتجهوا، أو ربما هذا الموضوع متعلق بالإدارة وليس بالقيادات، لكن الجميع اتجه في إدارة أوباما الديمقراطية إلى أن أمريكا لم تعد شرطي دولي ومن مسألتها حماية الدول. يعني أمريكا إذا ما بدك تحمي الدول فيك تحمي مصالحك، يعني مصالحك بسوريا ومصالحك بجميع دول العالم. يعني خلينا نقول لك علينا ضربة لازم أنك تفوتي وتبني قواعد، وما قلنا عليك ضربة لازم تدخلي وقت يصير لهي البلدان أو للمدنيين شيء. يعني لا نعرف من وضع نفسه في محل الشرطي الدولي. ربما على السياسة الأمريكية أن تقول شيء فقط: أنا لست شرطيا دوليا ولكن أنا أتزعم العالم وأبحث عن مصالحي. بيقول الكاتب أيضا: ما هي الجدوى الحقيقية من تحقيق السلام
في أو الجدوى الحقيقية من تحقيق السلام في سوريا بالنسبة لصناع القرار الأمريكيين؟ هل هي تحقق الأمن والسلام والديمقراطية للسوريين؟ غالبا لا يكترث الغرب لهذه القيم حينما يفاضلها مع مصالحه، بينما بقاء الأزمة مشتعلة تجعل جميع الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات حاسمة في جميع الملفات المتراكمة. طبعا لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن صب الزيت على النار في إدارتها للملف السوري وتشعباته، بل زادت منه بداية الانسحاب من العراق عام 2011. الترياق السوري ما هو إلا وصفة سحرية يمتلكها الأمريكيون، وهي محفوظة في مكان بعيد جدا حاليا من متناول الأيدي الروسية، وكل ما يطلبه الروس هو إيقاف الانهيار الإقليمي الذي سيتدحرج تلقائيا إلى القوقاز ومنه إلى أوساط آسيا وشرقي الصين فيما يسمى تركستان، وحينها ستبدو الدولة الروسية أشبه بدب بلا أنياب ولا حتى بلا أسنان. إن العد التنازلي للمرحلة الأوبامية قارب على الانتهاء، وبكل تأكيد جمع الأوروبيين والروس والعرب والصينيون ينتظرون بترقب شكل وأبعاد قائد اللعبة الجديد. هل سيكون مجازفا كجورج بوش ويتورط عسكريا، أم أنه سيبقى حذرا كأوباما وقياداته للأزمة عن بعد؟ أما كل شيء غير الانتظار فيبقى تحريك للأحجار بعيدا عن كلمة كشملك. لكن في هذا السياق ربما علينا أن نتوجه إلى أن وصفة أوباما أكيد أو وصفة الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي ستختلف عن الوصفة الجديدة أو وصفة من يريد أو وصفة القادم إلى الإدارة الأمريكية الجديدة. باراك أوباما لعب على وصفة هي محاربة الإرهاب وتخويف الشعب الأمريكي بالإرهاب، لكن حتى هذه الوصفة لم تعد ناجعة في بعض الأحيان، لأنك حين تطالب الأمريكيين بأن يخوضوا حروبا على حساب رخائهم وعلى حساب أيضا حياتهم الموجودة في أمريكا فإنهم لن يستطيعوا ذلك. طبعا سألت صديق أمريكي إنه هل تفضلون أوباما أم جورج بوش؟ الجميع قال لا نفضل جورج بوش لأنه ذهب في اتجاه الحرب وذهب في قطع وتبديد الاقتصاد الأمريكي من خلال حربه في العراق ومن خلال حربه في ليبيا ومن خلال حربه في عدة دول عربية وأيضا إقليمية. هذه المفارقات وهذه الجداول بين كل إدارة أمريكية جديدة قادمة إلى الساحة السورية ستتخذ خلونا نقول ستتخذ في إجراءاتها وستضع في حسبانها وصفة جديدة، هي سيكون الروس مزيج ربما منها، مزيج ربما طعمه مر أو أحلاهما مر، ولن يبقى على الأمريكيين حاليا سوى تجرع مرارة ما يحصل في سوريا من العدوان الروسي. يعني نحن ما بنقول أنه والله أمريكا ضحية، لكن هي أيضا ستتجرع كأس السم الذي سيقدمها لها بوتين لهذه الإدارة، ولكن نرجو أن لا يبقى سم في هذا الكأس للإدارة الأمريكية المقبلة. فاصل ونرجع. طبعا بمقالنا الثاني بحلقة اليوم هو مقال للكاتب منير الخطيب بصحيفة الحياة بعنوان عن الفرق بين التسوية والحل السياسي في سوريا. يعني الجميع قال بأنه ليس هناك اختلاف ما بين الأمريكيين والروس، ولكن هناك خلاف على الطريقة. يعني لا يهم آخر ما يهم الأمريكيين أو الروس أو أنهم سيفكرون أو يضعون في حسبانهم الشعب السوري. الحديث الآن عن بيقول الكاتب الحديث الآن عن جيوبوليتيك سوري جاذب للتدخلات الدولية والإقليمية صحيح، إلى جانب الحديث عن تراخي أمريكي ودور مخفي لإسرائيل في استفحال النكبة السورية صحيح، أيضا الحديث عن أثار العدوان الإيراني العسكري والميليشيا والأيديولوجي على المشرق العربي وتغذية الصراعات المذهبية بالتوازي مع صعود فوضوي ووفير لتنظيمات الإسلام السياسي السنية ربما. بيقول الكاتب أيضا من الواضح أن السياسات الدولية الإقليمية في سوريا لا يمكنها إنتاج أكثر من تسوية في أفضل الاحتمالات، لكنها
تستطيع إنتاج حل سياسي، لأن مفهوم التسوية مختلف كليا عن مفهوم الحل السياسي في مسائل كثيرة. ربما أبرز تلك المسائل يعني سواء فيما يخص التسوية، عندما يقوم من عندما يقوم وضعوا هذه التسوية بالاتفاق على تثبيت واقعة الانقسام المجتمعي وأيضا ربما الجغرافي والتعبير عنها من نظام محاصصة سياسية وأيضا عسكرية تخص مكونات الشعب السوري قاطبة، سواء من قبل أن تكون ربما مكونات طائفية أو عرقية أو إثنية. هذا تثبيت هذه التسوية في الانقسام المجتمعي سيفجر هويات عديدة في المجتمع غير مترابطة في التقسيم، وأيضا ولكنها على تضاد فيما يخص الهوية الوطنية. يقول الكاتب هون يجب أن يكون هناك مفاهيم أو ستكون وستستطرد هناك مفاهيم مثل المجال العام والغالبية والأقلية، السياستين، الدولة والشعب، المواطن والعدالة، المساواة، أي المفاهيم التي ينبني عليها الحل السياسي. ثانيا، التسوية هي عملية تنضيد لعلاقات القوى بين الطوائف والمذاهب والإثنيات وفق ظروف اللحظة التاريخية التي فرضتها، وهذا يؤسس لشروط انفجار أزمات وحروب تبقى مطروحة على الدوام بمجرد تغير الظروف التي انتجت التسوية المذكورة، بينما الحل السياسي يذهب باتجاه وضع سوريا على سكة التغيير السلمي الديمقراطي، لأنه قائم على علاقات سياسية ومدنية بين مواطنين أحرار ينظمها القانون العام الذي يتوافق السوريون على وضعه، إما بوساطة جمعية تأسيسية أو بوساطة برلمان منتخب. ربما أيضا تتنصل يعني أو تتصل هذه التسوية بموازين القوى الإقليمية الدولية وبمصالح الدول المشاركة في تثبيت هذه التسوية أو بصناعتها. ربما نحن هم الكاتب يدعوها تسوية، لكن نحن لا ندعوها تسوية، هي مفارقة فعلية على صناعة تقسيم جديد وصناعة خريطة جديدة في طريق على أساس أنه حل. لكن طريق هذا الجدال القائم بين الدول على تثبيت هذه التسوية طبعا بين قوسين أو بين قوسين اللي هي الانقسام سترتبط بين بموازين مثل ما قلنا القوى الإقليمية وبمصالح الدول المشاركة فعليا وحتى بل بصناعتها. هناك مصالح خارجية عمياء في سوريا، ساحات نفوذ، ساحات لتصفية الحسابات، ساحات لتفريغ صراعات ماضية كالذي يفعل الآن في سوريا من قبل العدوان الروسي الذي يحاول لعق جراحه الذي تسببت به الولايات المتحدة على مر سنوات، ويحاول الانتقام منها بالتمسك بأي شيء هو على تضاد مع الأمريكيين. لكن هناك أو هذه التسوية أو هذه الطبخة التي تطبخ دوليا وإقليميا لتفرض على السوريين فيما بعد تؤدي إلى نظام كما قلنا نظام محاصصة في حيز جيوسياسي يقع بين تجربتي محاصصة فاشلة ربما تشابه التجربة اللبنانية والتجربة العراقية. الآن ستصبح دولة ميليشياوية، الآن كانت الدولة اللبنانية هي دولة ميليشياوية بامتياز، الجميع يعني كل من هو وزير وكل من هو نائب في البرلمان لديه ميليشيا خاصة به ولديه قوى تحت مسمى حزب، وهذه هي الآن أو تحت مسمى حزب سياسي وله جناح عسكري، وهذا هو الآن ما يحصل في العراق. هناك نواب وهناك وزراء وهناك حكومة لكل قيادي فيها ميليشيا وحزب كما يقول حزب ذو جناح سياسي وذو جناح عسكري. هذه الطبخة التي سيصبح طبعا معها المشرق العربي في حالة نسيان وفي حالة سيلان مذهبي وطائفي في الإقليم، ويقطع أيضا مجالات حيوية لبعض الدول. بيقول الكاتب الحل السياسي المبني على المسألة الوطنية يفتح أمام السوريين إمكانات التقدم على كل المستويات، يضعهم أمام حلول أو يضعهم أمام مستويات ومسار البحث عن دور إقليمي اقتصادي لسوريا وإعادة بنائها عمرانيا وسوسيولوجيا ووصلها بالبشرية العاقلة والمتمدنة، في حين تبقي التسوية بين المذاهب والإثنيات والطوائف السوريين مجرد رعاة أو رعاية
مذهبيين لهذه الجبهة الإقليمية أو تلك، أي تحولهم إلى طوائف للإتجار والإيجار بهم وتناحرهم أيضا فيما بينها تناحرا عدميا. يعني ربما نستطيع القول بأن الخيار الوطني السوري بعد هذه المحارق التي تجرى بحقه أو التي ترتكب بحقه والتي جر النظام سوريا إليها أصبح ضربا من رومانسية وطنية ربما، لكنها رومانسية مشروعة أخلاقيا وسياسيا، وتتوافر على ممكنات على الواقع السوري القابل للانتقال من طور القوة إلى طور الفعل. لكن ما يحدث ربما في سوريا بعد هذه المحارق التي يرتكبها النظام وأيضا العدوان السوري هي رومانسية قاتلة بامتياز، هي جرائم أصيلة، أو ربما هي أفعال أصيلة في شخصية بوتين أو في شخصية رأس النظام بشار الأسد. فاصل ونرجع. طبعا قلنا اليوم ببداية الحلقة بأنه الاتفاقات أو الرهان الآن الرهانات، هناك رهانات روسية أمريكية على سوريا، وأيضا هناك اتفاقات ومفاصلات ومفارقات بهذا الخصوص. طبعا كان في مقال اليوم للكاتبة رندا تقي الدين بصحيفة الحياة أيضا بعنوان الرهان الروسي في سوريا ولبنان. بتقول الكاتبة: أبلغنا الوزير الروسي سيرجي لافروف، أو أبلغنا رأيه الثمين، أنه من الأسهل الخروج من أزمة لبنان بعد التسوية في سوريا. إذا كانت هذه هديته لضيفه اللبناني فنحن نشكره على هذه الهدية، فهي بالفعل توضح استراتيجية روسيا لكل من سوريا ولبنان وسط القصف الوحشي والعنيف لروسيا أو الروسي لدعم قصف قوات بشار الأسد على الشعب السوري. السيد لافروف يتحدث عن تسوية في سوريا، لكن طبعا سنكمل المقال ونرى ما هذه التسوية التي يحاول أن يجذب إليها سيرجي لافروف جميع الأطراف. بتقول الكاتبة: أي تسوية هذه التي دمرت بلدا وقتلت مئات الألوف وشردت ملايين من هذا الشعب وهجرتهم وحولتهم إلى اللجوء؟ إن لافروف ومعلمه بوتين يعولان على البقاء في سوريا مع بشار الأسد خادما لروسيا ولمصالحها في المنطقة. لا يهم بوتين قصف المستشفيات وقتل الأطباء والجراحين والشعب الباسل، لأن الوحش الروسي رأى طريقا سريعا مفتوحا أمامه من إدارة أمريكية متخاذلة وضعيفة قادها باراك أوباما، الذي يعتز بأنه حاصل على نوبل للسلام، في حين أنه ساهم بموقفه المتراجع أمام روسيا بخراب ودمار سوري. اليوم سمع الرئيس الحريري الذي يزور روسيا من الثعلب الروسي أن الأزمة في لبنان أسهل حلها بعد التسوية في سوريا. في هذا السياق دائما ما يتبع الروس في سياساتهم بالمنطقة سواء في لبنان أو في سوريا أو أي دولة ثانية أو في العراق حتى، ربط جميع المسائل وربط جميع الدول بمنطقة واحدة. يعني الأزمة العراقية ربما لا نختلف إذا أو لن نضحك كثيرا إذا قال سيرجي لافروف مستقبلا بأن الأزمة العراقية مرتبطة بالأزمة السورية، إذا حلت الأزمة السورية أو طبعا الحل في مقياس الروس وليس في مقياس الشعب السوري، إذا حلت المسألة السورية في مقياس الروس فستحل في العراق وأيضا ستحل في لبنان. طبعا هذا التكريس لهذه الاستراتيجية هي استراتيجية طبعا روسية إيرانية بامتياز وبالشراكة أيضا مع حزب الله لتكريس بقاء روسيا في سوريا مع الأسد خادم لمصالحها، وحزب الله مهيمن في لبنان عبر فرض مثالثة أو ثالوث جديد والتخلص من اتفاق الطائف. هذه الاستراتيجية هي التي تبرر تعطيل حزب الله للانتخابات الرئاسية بلبنان وللمرشحين طبعا الأساسيين اللي هن ميشيل عون وسليمان فرنجية. طبعا بيقول الكاتب أن كل ما يجري على الأرض في سوريا والأزمة أو الكاتبة والأزمة السياسية في لبنان ينبغي أن يمثل تنبيها للأفريقاء المسيحيين المرتبطين بخلاف سياسي مع حزب الله. من الأخير، لا يريد رئيسا في لبنان إلا بعد الحصول على المثالثة، فالحزب يراهن على تحسين شروط موافقته على انتخاب رئيس مسيحي عندما تتم التسوية الروسية في سوريا بالشروط الروسية.
بتقول الكاتبة أيضا: لكن في الحروب ثمة مفاجآت ليست دائما مراهنات، الوحوش هي المنتصرة، فهل راهن يوما حزب الله على أن يقتل عنصره أو عنصره العسكري الأساسي عماد مغنية وأمثاله عديدون؟ حزب الله يزداد يوما بعد يوم غطرسة وجنونا في سعيه إلى الهيمنة، ولكن قد يصبح الجبهة أو تصبح الجبهة السورية مستنقعا لشبابه إن لم يحصل ذلك بعد. إن القيادات المسيحية في لبنان التي راهنت على الحلف السوري الإيراني الحزب الإلهي أخطأت في التحالف مع الحزب الذي يقاتل شعبا شقيقا ويساهم في قتل الأبرياء ليبقى رئيس يقتل مدنيه بعد الاغتيالات التي نفذه وكلاه في لبنان. يعني ما فينا نختلف، خصوصا أنه حلف لم يوصل أي أحد إلى الرئاسة في لبنان، بل حافظ على تكريس بقاء الرئاسة في لبنان، والمقعد مخطوف كما خطف القرار السياسي في لبنان، كما خطف الجيش اللبناني في لبنان. مسيحيو لبنان الآن لم يتعلموا طبعا لسوء الحظ من تاريخ المنطقة وما يجري في المنطقة، ما زالوا يراهنون على تحالف يودي بهم إلى الهاوية كما حصل في عهد الدكتاتور الأب الأسد، ومع استمرار الابن في تطبيقه. الأب كان يدخل لبنان بادعاء انقاذ المسيحيين، ولكن طبعا سرعان ما عمل على انقسامهم وارتكاب المجازر والقتل، والآن الابن منشغل بقتل أبناء سوريا، فيتولى حزب الله المهمة عنه يعني، أو العمل في تقسيم لبنان، فيضع عون بوجه فرنجية ويضع فرنجية في وجه عون. هاي اللعبة السياسية التي نشهدها منذ أيام الدكتاتور الأب حفظ الأسد إلى الآن، تحويل لبنان إلى دولة ميليشيوية مرتبط واقعها وسياستها وحياتها، بل قرارها بما يجري في سوريا هو دور لعبته القوى الإقليمية على مر عقود. لم يحاول طبعا بدعم للنظام حافظ الأسد، هو دور رسخته القوى الإقليمية أو من لها مصالح في لبنان بإبقاء لبنان تحت وصاية حفظ الأسد، وكأنه حفظ الأسد كان سينقذها أو يجعل منها دولة. هذا الخطف للقرار السياسي، إفراغ تحويل لبنان إلى دولة ميليشياوية، مثل ما قلنا كل وزير أو كل نائب أو كل قيادي له ميليشيا معينة تقاتل باسمه وترشحه في الانتخابات وتكون حرسه الشخصي، وتكون أيضا هي موجودة في اجتماعاته حين يخطب، وتكون أيضا في قاعدة أو قاعة الطعام، قاعة طعام المعازيم لما بيعزم، فهي كل حياته الميليشيا هي اسمه. هذا الوجود كما قلنا، أو هذه الرهانات التي يراهن عليها اللبنانيون إلى الآن تشابه إلى حد كبير الرهانات في السابق، كما يشابه الرهان الروسي على بقاء بشار الأسد، مع تسوية على هذا الأساس وخروج أيضا لبنان من أزمته في مثل هذه الحالة. قد يواجه طبعا عقبات وعراقيل، لأنه الشرق الأوسط الآن أمور معقدة، وكل الأمور لا تشير مثل ما تريدها القيادات الوحشية الفاسدة. التسوية في سوريا بالشروط الروسية ستكون مستنقع كارثي للجميع، وإذا دخل فيها لبنان سيكون كارثيا أكبر. المضحك المبكي هو تصريحات بثينة شعبان اللي بتقول بمقابلة مع أحد وسائل إعلام الغرب أنه سوريا لم تسمح يوما لقوة خارجية بالتدخل في شؤونها، ليش ضل في حدا وما دخل بسوريا؟ طبعا مستمعينا لهم كون وصلنا لنهاية حلقة أسبرين. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعوا صفحة راديو أوريانت على الفيسبوك. كنا معكم بالهندسة الإذاعية مهند القصوص، وبالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. قولك أنا ما أدركم مليون مرة، اقروا ما تحلقوا، نحنا ما دخلنا لكسكو. على دقة قلبك وبترد الروح. راديو أوريانت